إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة تعليم الرندا مع حفيظة للمبتدئات. بطبيعة الحال اليوم إن شاء الله تحت طلب ديال بزاف ديال المتتابعين الكرام. إن شاء الله غادي هنايا عندنا نستوق خدمت الجوزة، يعني كنت نزلت لكم قبل كيفاش انكم تخدموا هاد الجوزة هادي، البداية ديالها كيفاش تقطعوا نستوق، كيفاش تخدموه كامل بجميع المراحل. كاينين بعد البنات اللي ما تعرفوش، مثلا عندنا الجوزة هاي كملنا هنا، باش غادي نبداو الجوزة الثانية ونكملوا ما تعرفوش كيفاش كيخدموها. اليوم غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش غادي تخدموا الجوزة الثانية بطريقة والشرح ان شاء الله. توكلوا على الله، ما تنسونيش من لايك الى عجبكم فيديو والاشتراك في القناة والضغط على الجرس. بسم الله نتوكلوا على الله. المهم هنايا عندنا كما كتشوفوا هاي الجوزة ديالي هنا، انا حاولت نسدها. المهم شوية اللون شوية مغلوق ولكن غنحاول نشرح لكم. المهم هانتوما كما كتشوفوا هنا عندي هالجوزة ساليتها، كما هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، فيها 12. المهم دابا غادي نبداو الجوزه الثانيه، غادي نوريكم كيفاش غادي تبداوها. المهم هنايا غنخدموا عادي، وعندي الحرير انا هنا خادمه على 4 ديال الشهرات، يعني ديري انت على 3. نخدموا هنايا العيون ديالي الوسط، الراندا ديالي عاديه. نتمنى انكم تستافدوا من الفيديو. المهم نتمنى ان يكون واضح ليكم، وخلون شويه مغلوق. هانتوما كيما كتشوفوا هنايا عندي انا قربت لهاد العوينه هادي، غادي نخلي عين وحده قبل منها. هيا دابا شحال باقي عندي؟ عندي هادي، هانتوما هنايا هاي العين هادي، وعندي عوينه هنا قبل، وفيها هنا هاد التعويض اللي درت. غنخلي هاد العين هادي، غنقص الوسط ديالها في هاد البلاصه هادي، غادي ندير هكا. ها هي كيما كتشوفوا هنا عندي هادي، هنا تاني نخلي وحده ونقص نضرب في هاد العين هادي، وهنا غادي نخدم عادي. هنا في الجنب غادي نخدم عادي حتى للراس ونرجع، وبطبيعه الحال كنعوض هادي بجوج كيما العاده. كما كتشوفوا هنايا المهم انا حاولت اني ندير هاد الثوب هكا ابيض تحت منها باش يبان لكم. هنايا احنا عمرناها ما ولاو عندنا جوج، دابا كما كتشوفوا هاي وحده وهنا خدمنا جوج. دابا ثاني غادي نقربوا تنقربوا لهادي، نخليو عين وحده اللي قريبه ليها هكا. كما كتشوفوا دابا عندنا عين وحده اللي غتكون قريبه ليها، ديما كنقربوا ليها تتبقى ليها عين، وعاد باش كنقزو العين الاخرى. هنا ها هي هي عندي هنايا ها هي عوينه، وهذه غادي نقز هذه ونضرب في الوسط ديال هذه. كما شوفوا هنايا ما خلينا العين ديال الجوزه، ها هي صافي هنا الوسط غادي نخدم عادي. غادي نخدم ها هي تاني هاد العين ديال الجوزه الثانيه، ها هي هي هنا غادي نضرب في هاد الوسط ديالها. شو من احسن البنات اللي يلاه كيتعلموا ديروا الحرير على 4 ديال الشعرات باش يجيكم ساهل في الخدمه. المهم ها هي ضربنا هادي، نقزو تاني هادي ونخدمو هادي. ها ما كيقولوا عندنا هنا وحده وهنا وحده، دابا هنايا غنخدمو عادي كالعاده، نخدمو حتى للراس ونرجعو، وكيما العاده نعوضو هادوك جوج عيون ديال الجوزه كندخلو فيهم جوج مرات، كنضربو فيهم جوج مرات. بالنسبه لهاد الجوزه هادي اللي فيها 12 عين، في شحال من غرزه فيها؟ فيها 26، فيها 26 صافي. هنا كنكملو حتى الراس ونرجعو، ونبقى نوريكم الطريقه باش ما نطولش عليكم بزاف. كما كتشوفوا هنايا ها هي العين ديال الجوزه، غادي نخدم فيها الاولى بحال ما هكا، والثانيه هنايا
هيا نجر عندي شويه باش يبقى ليا واحد العوينه الوسط هنا هي اللي تنضرب فيها، ونخدم الوسط ما بين هذه وهذه عادي. هنا كما كتشوفوا عادي هنخدم وهذه كذلك. هيا غادي نعوض فيها جوج بحال هكا، وهنا الثانيه. وديما كنجر عندي هنا باش كنخلي العوينه الوسطانيه اللي كنضرب فيها، هنا كنخلي هاد العوينه هادي اللي تنضرب فيها. نتمنى يكون الشرح واضح. هنا دابا غادي نبقى غادي خدامه عادي حتى الثوب، ونرجع تاني باش نكمل الجوزه ديالي. انا هنايا وصلت تاني قربت. هيا ديما كنخليو عين قبل من العين ديال الجوزه. هيا بقات هادي وهذا الوسط ديال شيها هنايا. صافي غادي نقزو هادي وغنضربو هنايا بحال ما هكا. وهنايا كنخليو هاد الخويط هذا اللي كنخدمو فيه، وهنا الوسط ما بين هادي وهادي كنخدمو، ما بين هادي وهادي كنخدمو عادي جدا، كنبقاو غاديين كنخدمو الراندة ديالنا عاديه. وديما البنات حاولوا انكم تحسبوا العيون ديالكم باش ما تتلفوش، ديما نحسبوا العيون ديالكم بحال ما هكا. شوها دابا هي بقات لينا دابا هاد العين هادي غادي نقصو هادي. نتمنى تكون واضحه لكم مزيان، حاولت انني نقرب لكم مزيان باش تكون واضحه. دابا هنا غادي نخدمو تاني عادي حتى الراس ديال الثوب، كنخدمو بهاد الطريقه هادي. صافي ونبقاو غاديين نخدمو بيدينا بجوج. هادي كنجرو بها الحرير، والاخرى كنزيرو بها هنا، وصافي بحال ما هكا. اما كيف ما العاده كما كتشوفوا تاني هنايا وصلنا، بقات لينا ها عين ها جوج. شوها ها وحده ها جوج، غادي نخدمو هادي وهادي لا، وغادي نقصو لهادي. ها هي كما كتشوفوا ها هي هي، غادي تبقى لينا هاد العوينه هادي. وهنا غادي نخدمو عادي تاني حتى كنوصلو للثانية، هادي اللي هنايا وصلو للثانية. دابا حنا كنحلو في الكوزة ديالنا. هنا سالا ليا الحرير، المهم أنا وريتكم الطريقة كيفاش كتخدمو. إلا سالا ليكم الحرير الوسط عندنا هادي، وها هي الكوزة العين ديال الكوزة هنا بحال هكا. بحال هكا عندنا ها هي، وغادي نخدمو هادي ديما وحده، ونخدمو هادي ها هي. كتبقى لينا هنا هاد العوينه ها هي الوسط. شوها دابا غادي نحيد هاد الحرير هذا سالي ليا. كيما كتشوفوا ديما عندنا هاد المركز ديال هادي اللي كتسالي فيه هاد الكوزه هادي، هادي هي اللي كتبدا فيها الثانيه. كما كتشوفوا هنايا هي غادا بدات كتكون لينا دابا الكوزه الثانيه من هنايا. ها هي وصلنا هنايا، صافي كنبقاو غاديين بهاد الطريقه حتى كنكملوا الكوزه ديالنا. ديما كنخليو عوينه، وها هي هنايا عندنا هاد الخيط هذا هو اللي كنعوضو فيه جوج، وهنا الوسط كنخدمو عادي حتى للراس تاني ديال هاد الكوزه هادي، العوينه الاخيره ديال الكوزه. على الطريقة نتمنى يكون الشرح واضح ليكم ان شاء الله، وتستافدوا من الدرس ديال اليوم. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو باش يتعم الفائده ان شاء الله، والبنات اللي كيجيو تلقاو صعوبه انهم يكملوا الجوزه الثانيه في نص طوق يجيهم سهل هذا الدرس هذا في الخدمه ويستافدوا منه ويطبقوه. اي استفسار واي حاجه بغيتوها البنات خليو التعليق ديالكم ان شاء الله في التعليق، وانا في اسفل الفيديو، وان شاء الله غادي نجاوب عليكم في اقرب وقت. كما نزلت لكم هذا الفيديو هذا اللي محتاجينه ان شاء الله، كيف ما تعلمنا احنا كنتمنى انا تن الجميع يتعلم هاد الحرفه هذه اللي زوينه بزاف وكتستفدي منها.
وما كاينش ما احسن من الحرف اليدويه، يعني الاعمال اليدويه احسن حاجه ان الانسان يقدر يخدم حاجه بيديه ويصنعها هو بنفسه وعلى الذوق ديالو وكيف ما حب. هنايا حنا وصلنا الراس ونضربوا في الثوب، نحاولوا ديما في الضربه اللي كتكون في الثوب تكون قد قد باش يجينا الخدمه ديالنا تكون مزيانه. هنا صافي كنرجعوا البنات باش ما نطولش عليكم، نتمنى يكون الشرح واضح ليكم. كما كتشوفوا هذا هو الشكل، ان شاء الله غادي نحط لكم الشكل النهائي ديالها طبيعة الحال. نتمنى ما نكونش طولت عليكم، غادي نكملها ونرجع ان شاء الله عندكم. كما كتشوفوا ها هي هي هنايا خدمتها كامله، شوفوا ما كتشوفوا هنايا. نتمنى انكم تستافدوا من الدرس ان شاء الله. ما تنسونيش من لايك وتعليق الى عجبكم فيديو بطبيعه الحال، والاشتراك في القناه الى اول مره كتدخل القناه. ان شاء الله الدرس القادم غادي نوريكم هنايا الملاقيه الفوقانيه ديال القفطان، وهنايا التحت ديالها خدمت انايا كيما هذا الشكل كيما كتشوفوا. نتمنى تكون واضحه لكم، هذه هبطتها بحال ما هكا. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسونيش من لايك للفيديو الى عجبكم، والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد دائما، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.